السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات معايا اليوم. اليوم ان شاء الله غادي نصايب الحوت السردين او السمك على شكل طرطية، وتابعوا معايا ان شاء الله غادي نوريكم المراحل خطوة بخطوة حتى نسالي ان شاء الله. نتمنى يكون هادشي مقاد. عندي هنايا عندي بطاطا كبيرة غادي نقطعها دوائر، البوطة هادي بداش باش نقليها نكمل. الموس غليظ كيتقطع ليا بصعوبة، عندي واحد الموس زوين ساعة هرسوه ليا. دابا ان شاء الله غادي نقلي هاد البطاطا. هنا عندي القزبر والمعدنوس غادي نديرهم هنا في المراس باش ندير الماكينه، يعني المولينكس راه عندي ماشي ما عنديش، ولكن عندي هنا هذا شي يقولوا ليه كمون. عندي التحمير او باربيكا، هنا الملح، هنا شويه ديال هذا خرقوم ديال العود مطحون، وشي شويه ديال البزار. ما بغيتش ندير داكشي الحار لان ما تنبغيش الحار. صافي دابا غادي نضيفهم هنا. غادي نضيف كلشي في خطره واحده. كنخدم بيدي لان راه كلشي كيخدم بيدي، باليد تتعرفي شنو كدير. انا كنقضي وفي نفس الوقت اللي وسختها كنغسلها، معرفتش واش كلشي بحالي ولا غير انا اللي عندي مرض ولا ما نعرف شنو. غادي ندير دابا هي الثومه صافي، ونطحن كلشي وديك الساعه نرجع معاكم ان شاء الله باش ما نطولش عليكم الفيديو. صافي بديت نتقلى درتها في دوائر باش نقليها. طريقه الصراحه راه كتجي زوينه، هما فين ناكلو حنايا الفطير طريقة يعني القليب ولا نديروه كواري مع الروز وهذا نطحنوه ولا هذا. اليوم غنديرو على شكل طورطية، هنايا من بعد ما طحنت القزبر والمعدنوس مع داك العطريه اللي درت هي هادي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزها كلها في داك الحوت. نشرب الوقت بسم الله، ما غنديرش وحده فوق وحده، غنخليه هكذا. صافي
زعما كنحاول نهبط الكمين ديالي، ولكن الكمين شابع على شيء شابع عليه. كنسى زعما كنبغي ندير تانا كميني بحال هكذايا ونخدم، لان هذا هو اللي خصو يكون قدام الكاميرا. وبلي كل واحد بوحديتو يدير اللي عجبو، لكن انا ما مالفاش ندير داكشي اللي شفت، كتجيني شويه صعيبه كنسى. هذه البطاطا دابا اللي قليت بلا ما غندير ليها بارتي كويزين، نخليها شي مشكل لحقاش ما غادي يطيب. الا جات غنقليها راه غنديرها، ولكن دابا باش نديرها المهم غنخلي غادي نقطع الفيديو باش ما يجيكمش طويل. ودابا من بعد ما ساليت القلي ديال البطاطا، ساليت الترميله ديال الحوت، دابا ان شاء الله غادي نجي ندوزها في الطحين وغادي نستفها هنايا وغادي نوريكم. غادي نصايبو الطحين غير من اللور هكذايا هكذا صافي. بسم الله هكذا دابا من بعد ما استفتهم كاملين غادي نحاول نقاد
دابا ان شاء الله غادي نستف دابا البطاطا باقا سخونه. نحاولو نوزعو على البايص كاملين ان شاء الله تجي مزيانه تكون حتى شي بلاصه اللي خاويه. دابا غادي نعاود عاوتاني نصيب هادي هاد الشمس. دابا عاوتاني ندوز تاني غير من جهة الجلدة صافا نستف عاوتاني من الفوق. ما تقدنيش تفريش الفوقانية المقلة راه فيها شوية ديال الزيت دابا غادي نردها فوق البطاطا نقصو عليها البوطا مزيان نزيد نقربكم حتى ها هي ملي كنقرب تتشوفوا هذا الشيء اللي طلع طريه حدايا هنا هادو تنبغيت يكون كلشي حدايا واخا دايره في بلاصه اخرى ولكن هادي تنبغي نديرها دابا غنخليها هكذا طيب وغادي ندير لها شي شويه الزيت من الفوق بلاتي شويه وندير لها شويه الزيت من الفوق ونخليها حتى طيب ملي طيب عاوتاني غنقلبها على الوجه الاخر وعاوتاني نحمرها مزيان ونوريكم خليكم معايا حتى الاخر ونوريكم مزيان كيفاش جات. المهم باش ما نطولش الفيديو اكثر من هكذايا غادي نوقف حتى نسالي. وهذا هو الطبق ديالنا كيف ما شفتوا ها هو شوف كيف جا جا مزيان جا زوين. و
ونخليكم دابا، وشكرا على المشاهده ديالكم. بعدا نفكر نقول لكم واحد المعلومه، ضروري ملي غادي نبغيو نقلبو تنديرو طبسيل على المقله وكنقلبوه بحال هكذا، ونردو البال لا يكون شي زيت ولا شي حاجه طار عليكم. المهم تتقلبوا هكذايا، ضروري كتستعنوا بهذه، ها هي باش كتهزوها هكذا هذا مزيان. هذيك الساعه كتحاولوا ديروا هذه ضروريه منها باش تقلبوا. المهم هذا هو الطبق ديالنا ديال السمك مع البطاطس او البطاطا ديال سميتو مقليه. هذه هي التورتيه ديال اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واشكركم على المتابعه.